للحديث عن أسباب فشل الأحزاب السياسية في الخروج من الأزمة الاقتصادية ومدى إمكانية مرشحيها في الانتخابات المرتقبة في تلافي التداعيات الناتجة عن قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة هدى، السلام عليكم. يعني هل كان من الصائب اتخاذ الحكومة في العراق قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار رغم معرفتها بتداعياتها الخطيرة على العراقيين؟ نعم، وعليكم السلام أستاذ محمد وعلى السادة المشاهدين الكرام. في الحقيقة نعم، إلى ما ذهبتم إليه في التقرير أو سؤال حضرتك أستاذ محمد، نعم أن دولة العراق اعتقدت أن تخفيض العملة يعني هذا الشيء سيعزز من قيمة الاقتصاد العراقي وسيؤدي إلى تغييرات تحدث وتقلص العجز التجاري فيه بالدرجة الأساس. طبعا هذا الشيء يعني أي شخص متخصص في الاقتصاد يستطيع أن يعلم أن مثل هذه السياسة لا يمكن أن تتخذ في مثل هذا الوقت وبالنسبة للاقتصاد العراقي خصوصا، لأن الاقتصاد العراقي يعني سوف لن تكون بالنسبة له تخفيض قيمة العملة ذو فائدة. هذا النوع من أنواع الإجراءات في السياسات النقدية يكون دائما بالنسبة لاقتصاد دولة يكون قوي كالصين مثلا، تعمل على تخفيض قيمة عملتها وبالتالي حتى تشجع صادراتها وبالتالي تدخل في سوق المنافسة. نحن بالنسبة لنا العراق لا يوجد لدينا سوق منافسة ندخل به، يوجد لدينا النفط فقط كصادرات، والنفط يتحدث سعره بواسطة كنا نعرف بواسطة الأرقام الدولية والأسواق الدولية التي هي مسؤولة عن هذا الشيء. نعم هنالك عرض وطلب، ولكن أيضا حتى العرض والطلب بمعنى ومفهوم الصحيح في الاقتصاد هو لا يتحقق في تحديد سعر نفط بشكل عام. إذا إحنا لا نملك شيء حتى نعمل على تخفيض قيمة العملة، وبالتالي كان على الدولة والسلطة عموما المالية والنقدية يجب أن تكون على علم أن هذا الإجراء كان خطأ منذ البداية، وأدى أيضا مثل ما ذكرتم في تقريركم إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 30% أو أكثر، وبالتالي أثر ذلك على المواطن. نعم، ولكن دكتورة يعني بعد التأثيرات التي تركها القرار، يعني قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، هناك أحزاب ومرشحون في الانتخابات يعدون بالتراجع عن القرارات السابقة، هل بالإمكان ذلك دكتورة؟ قرارات السابقة عن تخفيض قيمة العملة يعني؟ نعم بهذا الشأن؟ نعم. يعني أيضا إذا نرجع هنالك نقطة أساسية مهمة، أن رجوعنا إلى عام 2005 وإلى هذه الانتخابات حتى نشوف هذه في هذه الفترة 2005 استطاعت بعض القوى السياسية أن تسيطر في هذه الفترة على مقدرات الاقتصاد العراقي وبالتالي على العملية السياسية ككل، واستطاعت بذلك أن تحقق بأن تجلب عدد من الناس التي تعتمد عليهم والذين يصنعون القرار السياسي ويتحكمون في الميزانيات في عموم الميزانيات العراقية عبر السنوات وكشوف الرواتب وإلى آخره، وبالتالي هؤلاء يعني هم أرسوا هذا القيم وأرسوا هذه الأفكار السياسية منذ 2005، فبالتالي سوف لن يكون بمقدورهم أن يعملوا على يعني التوقف عن هذا القرار أو السير به نحو بتوقيفه، لأن هذا القرار قد اتخذ يعني وبالتالي يعني إيقافه الآن حتى إيقافه وعدم إيقافه هو لن يجدي الآن، هو أساسا أكثر وبالتالي يعني الطبقة السياسية الموجودة هي لا يهمها ما سيحدث بالمواطن العراقي، وبالتالي أيضا مثل ما ذكرتم في تقريركم أساسا مبنية العملية السياسية على نظام المحافظة، إذا هي ستبقى على كل شيء وبالتالي سوف لن يتغير هناك شيء من هذا القبيل. دكتورة، عدم وجود خطة إصلاح اقتصادي واضحة يعني هل سيساهم بوصول العراق إلى وضعه الاقتصادي الحالي؟ ألا ترين بمعنى آخر أن ما يجري في العراق مقصود مع تكراره على مدى السنوات الماضية؟
يعني اكيد، يعني اكيد احنا الان يعني سائرين قدما في دائره مغلقه، وبالتالي فان العمليه السياسيه لا ارى انه سيكون هنالك اي تغيير بها، وبالتالي هذا سينسحب ايضا على العمليه الاقتصاديه. العمليه السياسيه الان برمتها هي تكمن بنفس الاليه التي جاءوا بها في السابق، وبالتالي نفس حتى الوجوه، لا يوجد هنالك اي تغيير. اذا هنالك فقط ما قبل الانتخابات يصرح هذا وذاك بانه يجب ان نقضي على الفساد، ويجب ان نعمل على تحسين واقع الاقتصاد العراقي وواقع المواطن والى اخره، وبالتالي حتى المواطن ايضا اصبح على علم بما يجري. فما موجود الان من اجراءات وسياسات يعمل بها حاليا سوف لن يتم تغييرها ما دام الوجوه هي ستبقى كما هي، وبالتالي نحن يعني سنثبت على هذه العمليه الى حد ان يكون هنالك تغيير جذري في العمليه السياسيه حتى نستطيع ان نقول ان هنالك تغيير في العمليه الاقتصاديه. دكتوره، نريد تفسير من حضرتكم على ما اعترفت به وزاره التخطيط، حيث اعترفت بأن ارتفاع معدل التضخم أطاح بالقدرة الشرائية للعائلات الفقيرة، وبالتالي قد حرمها من شراء السلع. كيف ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ نعم صحيح. يعني نرجع إلى موضوعنا، هو تخفيض قيمة العملة. تخفيض قيمة العملة يعني هي بالدرجة الأساس كنا دائما ننادي بأنه قبل ما يتم تطبيقها أن هذا الشيء غير صحيح، لأن سيؤدي إلى حدوث ضغوط تضخمية. ولكن عند تطبيقها أصبحت الآن هي بديهية لا تحتاج إلى برهان، يعني أصبحت واضحة لجميع الناس، المتخصص والغير المتخصص يستطيع أن يستشف أن بعد تخفيض قيمة العملة ارتفعت الأسعار، وأدت هذه إلى حدوث مشاكل بالنسبة إلى انخفاض القوى الشرائية للمواطن. نعم التضخم كان في 2020 حوالي 0.5%، التضخم الآن حوالي 9.3%، يعني بمعنى ازداد التضخم بشكل كبير حتى أكثر من 4%، ذكرتم يمكن أيضا في تقريركم. إذا هذه النسبة اللي هي أكثر من 9% نستطيع أن نستشف من خلالها أن المواطن أصبحت ليست لديه قدرة على التبضع كما كان عليه الوضع والحال قبل تخفيض قيمة العملة، لأن هنا انخفضت قوة القوى الشرائية، وبالتالي أصبحت قيمة العملة لا شيء، وأيضا ما يستطيع أن يحصل عليه بالتأكيد هو أقل مما كان يحصل عليه في السابق. نعم. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.